أبت هذه الحمامة أن تفارق جثمانه المسجى وأصرت إلا أن تودعه إلى مثواه الأخير في صورة أثرت بالكثيرين من المتظاهرين الذين شاركوا بتشييع الشهيد المسعف أحمد هيثم في بغداد. حكاية استشهاد أحمد ابن الأعظمية تلخص حكاية الثورة السلمية في العراق وأخواتها في العالم العربي في مواجهة العنف الحكومي الذي لم يفرق بين متظاهر وصحفي وحتى مسعف رهن حياته لمساعدة الاخرين وإنقاذهم فدفع حياته ثمنا لذلك توجه إلى جسر الأحرار لإسعاف الجرحى من المتظاهرين فتلقينا خبر وفاته بأن كانت الإصابة في الحنجرة طلق حي من الأسلحة المتوسطة وليس الخفيفة دموع الفراق لازمت رفاق أحمد كيف لا وقد أبى ترك ساحات التظاهر منذ موجتها الثانية في الخامس والعشرين من تشرين الأول حيث كان من بين عشرات المسعفين والأطباء الذين دفعوا حياتهم أو اختطفوا من قبل القوات الحكومية والميليشيات ثمنا لمواقفهم يعني احنا مضحين بدمائنا على في سبيل ننقل جرحانا فمن رحنا انا ودكتور احمد والولد من رحنا جاي ننقذ جرحى. باثناء ما جاي نشيل الجرحى طلق حي لا مسيل دموع ولا صوتي، قاموا يضربون علينا طلق حي باسلحه هاي الانفور وهاي النصخمس يعني ليش؟ دكتور هو جاي يسع جاي يشيل مريض مصاب مضروب بزرة طلقات اثنين فمن جاي يشيله ضربه طلقات، وين جت الطلقة؟ جت بزر دموع. دكتور احمد استشهد. سؤال يحير العراقيين الذين لطالما قالت لهم الحكومة: إنما يجري في بلادهم نتيجه الارهاب، واذ بالحكومات تواجههم وتقتلهم بذات السلاح وبقرار صادر من ايران، كما تكشف صحيفه نيويورك تايمز الامريكيه في وثائقها الاخيره. الطبيب لا خلصان، المسعف لا خلصان، الممرض لا خلصان، عمي هذا دم عراقيين، هذولا ابطال، هذولا شهداء، الله ينتقم منكم، الله ينتقم من الحكومه، استحوا شويه. قولي أنتم لعنة الله عليكم، أنتم تبعت إيران، ذيول إيران هذه التبعية باتت تغضب العراقيين لتتحول إلى محرك أساسي للتظاهرات، وأحد أهم مطالبها لاستعادة سيادة البلاد، والانعتاق من هذه الطبقة السياسية التي رهنت العراق وثرواته لمصالحها ونسيت او تناست ان للشعوب ذاكره لا تمحى تخمد حينا وتنتفض كالبركان دون ما سابق انذار